كانت نقطة للمسلحين تقريبا مركز تجمع، بدأ هجوم باتجاه الجنوب. اللي استغنى عن بيته فوق حفر بالصخر، سوى بيت مثل نفس التصميم بيته وحطه جوا بالصخر. الراجمات اللي كانت تضرب مطار حماه هي من لطعمة، تضرب مورك من لطعمة، تضرب المناطق اللي مع الجيش، خطوط الجيش، تعرف نقاط الجيش الأساسية كانت تنضرب من لطعمة. دبابات، عربات بي ام بي كانوا يتجمعوا هون، يطلعوا مباشرة على نقاط الجيش اللي كانت خط الدفاع يستهدفوا. المفخخات كانوا يتوضعوا هون يطلعوا مباشرة. يا حيدر حيدر، خان شيخون. بس خان شيخون هي ريف إدلب. نحن قمنا بالعملية بدءاً بالتطويق من اتجاه الخان باتجاه كفر زيتا، من كفر زيتا للطاملي طوقناهم تطويق. لجأ المسلحين كلهم هربوا باتجاه مورك ولجأوا مباشر للنقطة التركية. لهون وادي العنس كانت أعنف المعارك موجودة هون، كونه وديان تطلع المدفعية ترمي وتضرب تقصف ويمروا فوق الطيران ما تبين الانسجام. اجت تعليمات من القائد المباشر بتطويق المنطقة على تلال خان شيخون مناطق الحاكمي من كذا محور. هيدا شو كان بالضبط؟ هذا مشفى ميدان إلهم، مشفى كامل مو ناقص شيء. يعني التجهيز والتأسيس هي من جمعية الطبية السورية الأمريكية. تمام، هاي موجود. هلا هي الحفارة اللي كانت عندهم اياها هون حفارة إسرائيلية على فكرة، تحفر وبتليس بنفس الوقت. قيادة جميل الصالح رائد منشار من لطام. تصدر عن مؤسسة توتول إعلامية بالتعاون مع منظمة بيت رقة لكل السوريين، بس هون في كلمات بالتركي. طريقة دقة الأهداف اللي تضربوها صارت أحسن من أول بكثير بعد وجود نقطة التركية. إذن هنا في هذه النقطة تبدو مدخل القاعدة العسكرية النقطة التركية. نحن كنا مجهزين حالنا لأي لحظة يطلعوا بيناتنا أو أنه يصير معارك وجه لوجه. أوتوستراد دمشق حلب، الطريق إلى حلب ليست سالكة بعد، لكن أصبح بالإمكان اليوم ما لم يكن متاحا في الأمس القريب. نحو 30 كيلومترا من هذا الأوتوستراد أصبحت اليوم تحت سيطرة الجيش السوري. الهدوء المخيم على الأجواء في مدينة خان شيخون وفي ريف إدلب الجنوبي وفي ريف حماة الشمالي لا يوحي بأن هذه المناطق كانت حتى ماض ليس ببعيد من المعاقل الأساسية وخط الدفاع الأول عن المسلحين. شهر آب الماضي وصل الجيش السوري لأول مرة منذ 5 سنوات إلى أوتوستراد دمشق حلب الدولية. لماذا انقطعت أنفاس العالم وهي تراقب المعارك التي تجري في خان شيخون واللطامن وكفر زيتا؟ ولماذا شكلت هذه المعارك نقطة فاصلة في الحرب السورية لا سيما في محافظة إدلب ومحافظة حماة؟ للإجابة عن هذه الأسئلة أو عن بعضها على الأقل، هذه الحلقة من الأرض. أهلا بكم. هاي لحنا هلا في قلب اللطامني. وأشو عم ناكل؟ جبس. أبو أمين أشو بتوجه كلمة للنصيريين؟ ليك نحن قاعدين هلا بإذن الله باللطامني، ها؟ لا تنزع مراقي، ها؟ لا تخليني عصيب، ترى اليوم أنا مبسوط، بس مبارك أنت معصب ومزعوج، اليوم مبسوط.
مالك دخلي على اللطامي وانا فيها؟ انا بالذات انا. الله اكبر الله اكبر. ابو كرمشو في طلع شيء؟ قاعدين هون، ما ظهرت شيء. بس بدي افهم، انت شو عم تستفيد من الصواريخ والراجمات وهالبراميل عم تضرب؟ شو بستفيد منها؟ هو كان رجال يرد عم يمسكني. بعيدا عن هذه المناطق، في مدينة تقع على البحر الأسود، توصل الروس والأتراك إلى اتفاق من المفترض أن ينهي هذه المرحلة السوداء من تاريخ إدلب الخضراء. أبرز ما جاء في اتفاق سوتشي تعهد الأتراك بإبعاد الجماعات الإرهابية الراديكالية عن المنطقة منزوعة السلاح بحلول 15 من تشرين الأول أكتوبر عام 2018، واستعادة حركة الترانزيت عبر طريقي حلب اللاذقية ودمشق حلب. كاد اتفاق سوتشي يبلغ عامه الأول من دون أن تزهر بنوده في إدلب. بقيت الجماعات الراديكالية في مناطق انتشارها، ولم يفتح طريق دمشق حلب ولا طريق حلب اللاذقية. ما لم ينفذ في الاتفاق فرضه الجيش السوري على الأرض، واتخذ القرار بتغيير قواعد اللعبة في هذه النقطة الجغرافية. قبل انطلاق العملية كان لابد من الأخذ بعين الاعتبار التغيرات الحاصلة في قواعد الاشتباك. المسلحون هنا حصلوا على صواريخ تاو وكورنات بأعداد كبيرة، ما يعرض آليات الجيش نهاراً للاستهداف المباشر. نقاط المراقبة التركية بحسب الفيديوهات التي انتشرت تظهر أرتالاً عسكرية تركية تتقدم داخل الأراضي السورية. انعكست هذه التطورات على القرار العسكري، وبدأت القوات السورية تقتحم ليلاً. في اللطامنة وكفر زيتا يتمركز جيش العزة، يقوده الرائد المنشق جميل الصالح. الطبيعة الجغرافية للمنطقة صعبة وستكلف الجيش خسائر بشرية ومادية، لا ضير هنا من الالتفاف. كانت مناطق استراتيجية هي اللطامنة، فيها مغر كتير ومقرات ومستودعات أسلحة مثل وادي العنز. دخولها تضاريسها كان صعب شوي. اجت تعليمات من القائد المباشر بتطويق المنطقة عاد تلالة خان شيخون المناطق الحاكمة من كذا محور. تم تطويق المنطقة وتمشيطها بهالمرحلة اللي هي توقفوا فيها المنطقة. ما كان في خوف انه القوات تتعرض لهجوم من الخلف؟ يعني مثل ما انتم عم توقوا المنطقة، بس انتم كنتوا ممكن تكون مؤخرة قوات معرضة بما انه لطامنة وكفر زيتا بعد فيها تمركز. هلأ كل شيء كان مجهز له، وتم تدمير المعادة بالسلاح الثقيل مثل الطيران، المدفعية، راجمات، بالسلاح المباشر. أي معركة كانت أصعب؟ أي منطقة كصعوبة، كمقاومة من قبلهم، كتجهيزات، يعني أي منطقة أكثر كانت أصعب؟ هلأ كانت إلهم منطقة كفرنبودي هي هدف استراتيجي إلهم وكسرت عظم، والحمد لله رب العالمين ما طلع معاشي. تقريبا قديش كم كيلو بنبعد عنه؟ شيء واحد ونص كيلو. طيب الإمام بعدين باتجاه اللطامنة؟ بدنا نتجه باتجاه اللطامنة. اللطامنة هيدي المناطق كاملة محررة بالكامل. هادي عندهم مكانات كبيرة، هادي تقريبا كانوا يحطوا هون كيف بدي اقول لك دبابات، عربات بي ام بي، كانوا يتجمعوا هون يطلعوا مباشرة على نقاط الجيش اللي كانت خط الدفاع يستهدفوا. المفخخات كانوا يتوضعوا هون يطلعوا مباشرة. هذه مش أنفاق سكن، هذه كانت مثل إذا بإمكانك تشوفي هون، يعني هذه تقريبا مثل صيانة مستودع أسلحة، كانوا يدخروا من هون ودبابات. هاي الفوارغ حتى شايفي كيف؟ بس كانت محمية في حال طلع الطيران أو صار في استهداف لل هلا خيي كانت لهون تقريبا بس نزلت.
مشان هيك هي كانت تعتبر بمنطقة محمية من القصف أو من الضرب أو من الاستهداف بوقتها يعني بس كانوا يطلعوا يرموا يطلعوا نهارا الله يتختم حكمة والله هنا يستغلوا وقت تعتيم في الضوء أو الضباب أو هيك شيء. أوكي كمان نفس الترتيب نفسه ايه كله يعني كان دبابات. لقيتوا آلات الحفر ولا لا كانت معمولة من فترة طويلة هي؟ لا هنا انحفرون من فترة طويلة آلات الحفر ما بخلوها لأنه كانوا يحفروا فيها جوا. مركز القاضي عندهم مثل ما بقولوا لشحن الهيترات للإمداد بير ماي. هيدا بير هن عاملينه ولا هو موجود؟ أكيد هن هون ما كان عندنا هون كانت أراضي زراعية فقط. فقط لا غير. تفضل بس دلنا. سيتعود نظرنا. هيدي غرفة. إيه. معمولة غرفة. شو كان فيها تجهيزات أول شيء؟ كان فيها بطارية شغلين للذات لشحن الهيترات المقنبلات يعني هيك شيء. ومكان نوم ومكان نوم إيه هون كان القيادة تبعهم إنه نقعد هون يعني هون إقامة إقامة بيعطوهم نقطة البدء للعملية إذا بدهم. غرفة عمليات إيه هيك فيك تكون. طيب حتى كان فيها علم بس شلته أنا اللي هو جيش العزة. جيش العزة هذه تمديدات الكهرباء واضحة. هذه عادة المطبخ الطبق ممكن يصير. رجينا شو في بهاي الكرتونة هذه أنفاض زعتر الناصر. هذا الدرج. نعم. باب ثاني أو مخرج ثاني. مرصد مرصد فوق على راس التلة. على راس التلة. بيوصل لفوق الشبر. بس يلا. انطلقت العملية العسكرية من محورين، أولاً من سهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي وتحديداً من مزارع البانا وتل عثمان باتجاه بلدة كفرن بودي. أشرس المعارك حصلت في هذه البلدة وتمكن المسلحون من استعادتها بعد سيطرة الجيش عليها، لكن عملية مضادة أعادتها إلى كنف الجيش السوري. من كفرن بودي تقدمت القوات باتجاه الهبيط. ناور المسلحون من خلال فتح جبهة أخرى فهاجموا الحماميات وتل ملح القريب من أوتوستراد محردس قلبية بعد أن استخدموا تعزيزات ضخمة. تراجع الجيش من هذه النقاط وبات طريق محردس قلبية مقطوعا إلى حين. لهون وادي العنس كانت أعنف المعارك موجودة هون. كونه وديان تطلع المدفعية ترمي وتضرب وتقصف ويمرهم فوق الطيران ما تبين من السجار. هون أكثر شيء كنا ناكل أثر وقت كنا بمحردة والسقلبي وهالمناطق هاي. راجمات الصواريخ كانت مثبتة هون بالوديان. على اليمين هلا بدنا ندخل.
توقفت العملية مؤقتا على محور الهبيط. استخدم الجيش تعزيزاته وهاجم انطلاقا من بلدة جليما شمال غرب محردي تل ملح، واستكمل هجومه محررا الطريق بين البلدتين وصولا إلى الحماميات. سقطت محاولة المسلحين لوقف عملية تحرير خان شيخون إذن، وعادت جبهة الهبيط لتشتعل مشددا. بالتزامن، كانت قوات من الجيش السوري تتقدم على المحور الشرقي من بلدة عطشان شمال شرق حماة على الحدود الإدارية مع محافظة إدلب باتجاه سكيك وتل سكيك. من سكيك وتل سكيك واصل الجيش السوري عملياته متقدما إلى ترعي وتل ترعي، وبذلك يكون الجيش قد أصبح أمام المدخل الشرقي لمدينة خان شيخون من دون التصادم مع جبهة النصرة المتمركزة في التمانعة شمال غرب تل سكيك. الله أكبر الله أكبر يا رب يا رب سدد رمينا يا اللهم رب اللهم سدد رمينا يا رب الله سبق ذلك وصول قوات النمر إلى المدخل الغربي مسيطرة خلال تقدمها على كفرعين ومدايا وأم زيتونة وعابدين وحرش عابدين. بعد تأمين المنطقة بالكامل عاد الجيش لتحرير التمانعة، وتمكن بذلك من تأمين شرق خان شيخون بالكامل. ساهمت طائرات الاستطلاع في تحقيق أهداف دقيقة، ودمرت عدداً كبيراً من آليات المسلحين في مواقعها في هذه المعركة. من المحور الغربي دخلت القوات السورية خان شيخون وصولاً إلى حاجز السلام. من الجهة الشرقية وصل الجيش السوري إلى الأوتوستراد الدولي لأول مرة منذ 5 سنوات. القوات اتجهت شمالا بحدود 3 كيلومترات وسيطرت على تلة النمر وتلة السيرياتال، وبات الأوتوستراد الدولي بين معرة النعمان وخان شيخون ساقطا ناريا، ما يعني وقف الإمداد العسكري إلى المدينة. أصبحت خان شيخون التي توجهت إليها أنظار العالم حينها مطوقة من 3 جهات شمالاً شرقاً وغرباً. في الجنوب أدرك جيش العز المتمركز في اللطامنة وكفر زيتا أن الكماشة أطبقت عليه. هل سلكته القوات لمثلا اقتحام هذه المناطق أو لا؟ كيف كانت عم بتصير هون؟ هلا هون كله مشي، استخدمنا المناطق هون كلها مشي على رجلين، لأنه أول شيء تنزل الهندسة، تنزل الدبابات كاسحات الألغام، مشطوا ممنوع تفوت السيارات، نفوت مثلا القائد وعناصر وراء، مشط المنطقة من الألغام، إنه مثلا احتكينا بكذا مسلح كانوا متخبين، تعرضنا لكذا موقف يكون متخبين من الشفلاح كذا، عندما ننظف المناطق نفوت الآليات ورانا، بعدين ننظف الطرقات ونمشي فيها. كانوا فخخين كثير بهذا لطامنة خص نص كان فيها شيء لا يوصف بالأبوات الناسبة. حتى يعني على أبوات المندرين معلقة بالأبواب، يعملوا مثلا هذا الطريق 4-5 علب مرتديلا فاضيات عبارة عن ألغام حاطينها بحرف الطريق، مجرد ما البني آدم هو ماشي تفشكلت برجله تفقع 5-6، يكون على يمين الطريق حاطين وحدة كبيرة، مجرد ما رفست أول عبوة كلها موصولة ببعضها، شريط طويل. تعذبنا كثير بخص نص اللطامنة. كانوا معتبرينا خط دفاع أول. اللطامنة تعتبر عاصمة الإرهاب بالنسبة لهم. كان الضرب كله باتجاه مطار حماة من لطامنة، الراجمات اللي كانت تضرب مطار حماة هي من لطامنة، تضرب مورك من لطامنة، تضرب المناطق اللي مع الجيش، خطوط الجيش، تعرف نقاط الجيش الأساسية كانت تنضرب من لطامنة.
وتضرب الأسلحة تبعيتهم إنه ملوا ديارهم المغار. بعد ما تضرب تدخل بالمغار. بعد شوي بعثنا مفخخات بين الجيش. هنا شوف الرسائل. تفضل. هاي احنا كيف على الاجهزه كانوا يبعثوا على الجهاز الرسائل. ايه هلا هم اخترقوا الاجهزه. وفورا بعثوا رسائل. جاي رساله نفتحها هيك للرساله نتفاجئ مجموعات من النمر ابشروا بمفخخات. نفس الوقت تجيني ورا بعض الوحده. بدون رقم بدون شيء. بدون رقم بدون شيء. على الاجهزه اخترقوا التردد وبعثوا لنا الرسائل. هلا هنن كانوا هسه بأمل إنه ما ناخذ مناطق صاروا يحفروا كفة حفر بالصخر ويعملوا مقرات. هي بتجي في اليسار هون كمان. هون كانوا هي عبوطة صاروا حتزل بالأول. ساري 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 شجر شو هاي؟ هاي فستق حلبة هاي. هلا قدامنا طيب انا خطاي الاستاذ عمرو اللي كان جوا ورا الشباب حفروا بالصخر وبعدين صبوها غرف مرضى مراجعه مرضى اقامه منامي حتى معتقلات هم موجوده في الداخل لاعتقال العسكريين والمدنيين. الان يمكن رؤيه احد عناصر الجيش التركي الذي خرج من غرفه المراقبه لرصد تحركاتنا في محيط النقطه العسكريه. نحن الآن نتجه إلى أقرب نقطة ممكنة من النقطة التركية حيث لا يزال عدد من الجنود الأتراك وعدد من المسلحين الذين لجأوا إلى تلك النقطة عند سيطرة الجيش على خان شيخون متواجدين في تلك النقطة. هيدا شو كان بالضبط؟ هذا مشفى ميدان له، يعني مشفى كامل مو ناقصه. الإصابات كانت تجي لعندهم على غرفة العمليات. هون كان في أسرى بس كانوا طالعين دم كذا. هلا هون إيه بس انتبه أنس شلون فوق. كيف حافرين بالصخر وكيف صابينا. مشفى الشهيد حسن الأعرج. الأعرج مين هو؟ قائد مجموعات عمر. هلا وين موجودين؟ هذا الاوتوستراد شو؟ هذا استراد الدولي بين حماة وحلب. هذه بلدة موري. هو في معتقلات في الداخل وهربا من الطيران. كانت قريبة من الطريق الدولي يعني عم ترصد الطريق بالضبط حتى ما يكون في أي تماما. هيدي تم اكتشافها بعد تحرير الطريق بعد تحرير المنطقة بالكامل. هذا سرداب احتياطي للخروج، مخرج آخر غير هذاك المخرج. حتى دخل من هون طلع من هون. طريق من هون وفي طريق هذاك الثاني بيطلع من فوق. هلا شو الاحسن نحسن من الوديان؟ بدنا نحكمها من جهتين نلتقى هناك ونرجع مشية الوادي. نعمل التفاف. هلا هي المعركة الأخيرة كلها بشكل عام التفاف. هلا ناخذ زكاة. الزكاة صارت على يميننا هلا مباشر. كنا فينا نفوت على طامنة بس ما دخلنا. فتنا من الزكاة باتجاه خان شيخون. طلعنا من خان شيخون باتجاه التمانعة ورجعنا منين على الاستراد النظامي. يعني ما دخلنا لطامنة ولا لطمين ولا حايا.
المناطق كلها ما دخلنا على بعد ما لفينا عليه الالتفاف هيك ورجعنا برجوع صرنا ننظف ورانا. قبل مرحلة اللي كانت معارك خان شيخون ما كان في مجال انه هن يهاجموكم من الخلف بما انه صار هن صاروا ورا يعني صاروا بالمنطقة ولا ما تركوا نقاطهم يعني؟ ما ترك هلا هو نحن توقعنا انه تاركين بس ولكن ما لقينا حدا ما صار في معارك ورانا بس نحن كنا مجهزين حالنا لاي باي لحظة يطلعوا بيناتنا او انه يصير معارك وجه لوجه. احنا دائما كنا يعني بنشاهد خلال السنوات انه كروا فر الحرب وبالتالي كان في مناطق يرجعوا يحاولوا يستردوها، بعد انتهاء المعارك كان في اي محاوله للعوده للمناطق اللي حررها الجيش؟ طبعا حاولوا بالمفخخات وحاولوا هجوم بالهجوم مباشر بالمفخخات بالمغماسيين بس الحمد لله رب العالمين ما طلعوا لهم. معادي معادي لك هاي مفخخه. شو أكثر شيء فاجأكم بالمعركة أو في عامل مفاجئ أو كان بيملكوا شيء ما كنتوا بتعرفوا فيه؟ تضاريس الأرض، في تضاريس الأرض كان صعب شوي والوديان وكانوا يجوا فيها المفخخات والمماسين بطلوع الضوء تقريبا. بالسلاح كان في شيء يعني استثنائي أو مميز كانوا بيملكوه؟ معهم جميع أنواع الأسلحة. موضوع الاتصالات كان عندهم يعني تطور بحالة مثلاً رصد الاتصالات، خرق الاتصالات، التواصل بين بعضهم، هيدي المسألة لأنها هي حاسمة بالمعارك. حاولوا اختراق اتصالات أكثر من مرة حتى بكفر مبودي وبالمناطق خان شيخون وعتلال بس تم معالجتها فوراً ومعهم أحدث الأجهزة التركية والأجنبية حتى في أجهزة إسرائيلية. اليوم هيدي المناطق فينا نقول أنها هي لا يمكن عودة المسلحين لها؟ مستحيل بإذن واحد أحد. هلا هون كان باللطامنة ممنوع لعب كرة القدم، كانوا محرمة عندهم. باتجاه خان شيخون كان الساروت عنده ملعب خاص فيه بيلعب فيه كرة القدم. في سيارات للمسلحين، في 10 أو 12 سيارة. أنا وين طلع الشباب؟ ما أعرف وين طلع. وهيك بودي وهيك بودي. طلع علينا. أو ضيق. أطلع بهذا الطريق. أول شيء هذا الشيء هن معمرينه؟ يعني هذا مش موجود شيء. لا هن عمار جديد هذا عمار. يعني فوقه صخر ومحمي يعني. هنن فتحوا الصخر وعمروه سكروا. هذا مشفى ميدان إلهم يعني مشفى كامل مو ناقص شيء. يعني التجهيز والتأسيس هي من الجمعية الطبية السورية الأمريكية. هنك تمام. هاي موجود 2015 كان أقولك موجود فيها أجانب؟ أي أطباء. أي شو الجنسية؟ أكثر شيء الجنسيات التركية. تعرف هلا هون هي غرفة عمليات، هاي الإصابات كانت تجي لعندهم على غرفة العمليات. إن هون كان في أسرة بس كانوا طالعين بالدم كذا. هاي زين بلطة هيك رخام كلها غرفة عمليات كاملة. هاي غرفة عمليات. كان طبعاً الأجهزة كانت كلها موجودة. كيف طريقة الحفر؟ هلا هي الحفارة اللي كانت عندهم إياها هون حفارة إسرائيلية على فكرة، ها كانت تحفر لها. تحفر وبتليس بنفس الوقت. لأنه إيه تماماً. من طريق من الحفر اللي هاي تدخل بقلبها يحطوا له مواد يليس من نفس الحفر اللي يحفر. ما بتنهار ال. لا. يحطوا له مادة وتليس نفس اللي عم يحفره بتليس محله. لا هون إيه بس انتبه أنس شلون فوق كيف حافرين بالصخر وكيف صابينا. والسقف الغرفة كانت تمرق فيها أنابيب التهوية؟ ايه بحطوا أنابيب التهوية، أنابيب التمديدات الكهرباء، التمديدات الصحية كلها تمر ما بين الصب
والصخر. يعني نحن اذا عم نحكي استهداف للمشفى بال يعني طيران. بالطيران او بالقصف، هو عاملين هالمساحه مشان نخفف ضغط عن العمار، انه ديش الضغط ما بين السقف وسقف، هاد تخفف الضغط المسافه الفراغيه الموجوده. هذا الاسماء المراجعين المرضى جميل الصالح القائد الميدان هون. جناح عبد الباسط صاروت، هيدا هيدا جناح خاص بالصاروت بعد ما تصور. لا اول شيء لك الحريه دائما ومكتوب بالتركي، انا ما بعرف اقرا تركي بس لك هيدا هي الرقه، بيت الرقه لكل السوريين، هيدا منظمه بيت الرقه تصدر عن مؤسسه توتول الاعلاميه بالتعاون مع منظمه بيت الرقه لكل السوريين، بس هون في كلمات بالتركي. هاي دم اي. اه الحمامات هاي. هو مكتب القبول، فيني صورة هاي هون. اه مكتب القبول هون بيقبلوهم. يلا رايحين نفوت نشوف بيقبلونا. الجمهورية هي هويات السوري. بعد ما سيطرنا على الهبيط طيب نرجع من هالطريق مسكر. طلع علمي طلع علمي مش قدامنا. لا بكون هندسي. لا لا هندسي تفجير اشياء. لان هلا في عملاء انفاق وعبوات وراهم. تم تطويق المسلحين في مساحة 200 كيلومتر مربع تقريبا، فقرروا إخلاء مواقعهم في البلدات الثلاث الأكثر تحصينا في المنطقة اللطامنة كفر زيتا ومورك باتجاه معرة النعمان، تاركين خلفهم النقطة التاسعة التركية. ويقال إن عددا من المسلحين القادة لجأوا إليها ليصبح ريف حماة الشمالي بالكامل وخان شيخون في ريف إدلب الجنوبي مناطق خالية من المسلحين. يتم إدخال المساعدات الغذائية إلى العناصر التركية المتمركزة في النقطة التاسعة بحماية روسية، وإلى تلك النقطة توجه فريق من الأرض. هلا وين موجودين؟ هذا الاوتوستراد. شو هي؟ هذا استراد الدولي بين حماة وحلب. هذه بلدة مورك تم تحريرها من قبل الجيش العربي السوري، ويمتد هذا الطريق حتى الان امامنا توجد خان شيخون. خان شيخون. طيب هذا الطريق طبعا كان تحت سيطرة المسلحين ومقطوع بشكل كامل، هلا في جزء من الطريق اليوم امن. النقاط اللي احنا عم نشوفها قريبة من الطريق، شو هي هيدي؟ هذه عبارة عن اوكار وحاجز كان يستخدمه المسلحين، وفي معتقلات في الداخل وهربا من الطيران. اها كانت قريبه من الطريق الدولي، يعني عم ترصد الطريق بالزبط. حتى ما يكون في اي تماما. فينا تفضلي. هيدي تم اكتشافها بعد تحرير الطريق. بعد تحرير المنطقه بالكامل. هي محميه بالطريق من فوق ما بتبين يعني نهائيا، في فم مجرد فتحة تهوئة بشان الغرامه شرفت. تفضل. هون كان يستخدموه لطبخ الطعام. يعني حمامات. يعني طبعا عناصر النقطة اللي كانت فوق لألون اكيد كانت هون. طبعا يعني لكن هون اقامي منامي حتى معتقلات هون موجودة في الداخل
لاعتقال العسكريين والمدنيين. كمان نفس الشيء، تمديدات كاملة، هيدي محفورة حفر. بالضبط. حمام هون. هون كمان هيدي عاملين هيدي السراديب حتى بتوصل بعض البعض بالغرف بالمعتقلات. اوكي تفضل. لما دخلتوا كانت ملغمة أو لا؟ هني غادروا على عجلة؟ لا على عجلة، ما كان فيها ملغمة، كان فيها مواد شهادة الهندسية، بتعرف شو طبيعة المواد. هاي أحد المعتقلات. آه يعني إذا توقف حدا على الحاجز. بالضبط. خلينا نشوفها. هون كان توقيف احتياط كأنه يعني بينقلوهم. بالضبط. في هون جمنا كمان معتقل ومفردي. ما يفتح حال بشان تهوي تنفس. وهي منفردي بشان يغضي الموقوف انه ياخذ راحته ابدا. ما في متر؟ لا ما في متر. بس ان حتى مجهز بالكهرباء وبالمياه والنظام. اوكي بس تنشرح حجم المنفرد يعني مبين، لانه هو يعني حتى بيقدر بده يفوت هيك طابق. بعدين ما في نومه قاعده. لا ما في قود. وهذا سرداب احتياطي للخروج، مخرج اخر غير هذاك المخرج. حتى اذا دخل من حتى دخل من هون بيطلع من هون. وهذا عن عبارة عن معتقل كمان خير، بس هذا منفرد عن القطاع كله. قدرتوا تلاقوا أي دليل بيدل على أنه مين كان هون؟ يعني هل كان في مثلاً عناصر جيش؟ هل كان في مواطنين؟ هل كان في منهم؟ يعني في أي دلائل أو وسائل؟ ما ضل أي العصور على أي شيء ماشي. هيدي النقطة التركية؟ النقطة العسكرية القريبة هي هاي؟ اوكي نحن قدام نبعد هلا عن النقطة التركية؟ تقريبا شي 300 متر. 300 متر. ميادين معنا موافقة. تا تا تا. دودة فا 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 يا اخي. تفضل. تعال حبيبي. مين حكى معك؟ طيب؟ يلا. نحن هلا بنوقف بس على الجسر كنا يلا. بس انا مع العميد. انا مع العميد. لحظه لحظه وقف لك. وقف قال لك. وقف. لا انا قال لك. وقف قال لك. وقف. احنا ما فينا نفوت لجوا بسيارتين. كثير سياره واحده. لا انا بدي مشي. مو مشي. مشي فينا نفوت مشي. نحن من الكاميرا واحده شخص واحد. انتبه هون بتطلع بالسياره واحده بس. ايه بس غير هالسياره. يلا اي سياره بيكب الابيض. لا مع السائق واحد يطلع بس. يلا بدي بس نسوي معروفه لديهم. لا السياره البيضاء هي. يلا تفضل. في اطلع فورا مع الشباب ايه لحتى اقدر اصور. يلا ماشي جيش اللي نحن معنا نساء جيش. يلا خلاص حطي بارد بكتفي. يلا فادي وينه؟ يلا خلاص غطوا عليها. بس غطوا عليها. خلي بس غطوا عليها. ايه ايه حدا بس رجع لسيدي. بس شعبي ايه 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 بس تقيلي. معلم معلم بتشيلها بتشيلها. نحن الآن نتجه إلى أقرب نقطة ممكنة من النقطة التركية، حيث لا يزال عدد من الجنود الأتراك وعدد من المسلحين الذين لجأوا إلى تلك النقطة عند سيطرة الجيش على خان شيخون متواجدين في تلك النقطة. طبعا الاقتراب من تلك النقطة غير ممكن بشكل عام، ولكن نحن الآن نرافق الجيش السوري في الاقتراب إلى أقرب نقطة ممكنة.
طبعا الدخان المتصاعد يحجب قليلا الرؤية، ولكن إلى يسار الشاشة تبدو النقطة التركية وأيضا بعض العواميد التي يبدو أنها عواميد الخاصة بشبكة الاتصالات التي يستخدمها أو التي استخدمها الأتراك خلال المعارك لمساعدة المسلحين في رصد وفي إعطائهم المعلومات والتعليمات لاستهداف نقاط الجيش التي كانت تتواجد في تلك المنطقة وفي المناطق المجاورة. إذن أمتار قليلة تفصلنا فقط عن النقطة التركية، هذه النقطة التي يبدو أنها قاعدة عسكرية كبيرة متواجدة هنا في هذه المنطقة. الآن بعض الدخان الذي الناتج عن الحريق هنا يحجب الرؤية، ولكن الآن نحن نمر أمام النقطة التركية، يعني تبدو في صورة واضحة نقاط المراقبة التركية وكذلك العلم التركي، يعني طبعا لهذه القوات قوات الاحتلال المتواجدة على أراض سورية. إذن هنا في هذه النقطة تبدو مدخل القاعدة العسكرية النقطة التركية في هذه المنطقة. لا يمكن أن نرصد بالعين المجردة تواجد العسكريين الأتراك، ولكن من الواضح أنهم يتواجدون في هذه النقاط. الآن يمكن رؤية أحد عناصر الجيش التركي الذي خرج من غرفة المراقبة لرصد تحركاتنا في محيط النقطة العسكرية. العلم التركي إذن الآن يبدو في الصورة في هذه القاعدة التي أنشأتها تركيا على أراض سورية، ولعبت دورا كبيرا في العمليات العسكرية التي كانت تجري في هذه المنطقة لمساعدة المسلحين على استهداف الجيش السوري. نحن نبتعد الآن تدريجياً. إذن هذه النقطة التركية هي محاطة من الجهات الأربعة بقوات تابعة للجيش السوري. أقرب نقطة للمسلحين قريبة من هذه النقطة التركية تبعد نحو 25 كيلومتراً تقريباً. إذن أقرب نقطة للمسلحين تبعد 25 كيلومتراً، فيما قوات الجيش السوري تحيط بالمنطقة من كل الجوانب. النقطة محاصرة بالكامل منذ أكثر من شهر تقريباً، ولا تزال حتى الآن طبعاً المفاوضات وعمل رصد هذه النقطة مستمرة لحين الوصول إلى حل نهائي لوجود هؤلاء العناصر، عناصر الجيش التركي والمسلحين الذين لجأوا إليهم بشكل نهائي. يتم إدخال الطعام لهذه النقطة بشكل دوري، ولكن طبعا بانتظار الحل النهائي. في دبابات وفي كل شيء. إذن طبعاً لحتى تمكننا من الوصول إلى هذه المنطقة نحن طبعاً اضطرينا للباس العسكري للجيش السوري حتى لا يتم رصد تحركاتنا في هذه المنطقة، ولكن هذه النقطة هي نقطة عسكرية في الداخل، هناك تجهيزات وآليات عسكرية تابعة للجيش التركي إضافة إلى المعدات كما يبدو التي ساعدتهم في رصد الاتصالات وفي خرق الاتصالات ومساعدة المسلحين في أثناء المعارك التي كانت تجري في خان شيخون وفي المناطق المجاورة. أو إلى جانب القاعدة العسكرية التركية كما يطلق عليها هنا، وهذا أقرب نقطة ممكنة للنقطة التركية. هذا هو المدخل الرئيسي، يبدو الآن العلم التركي واضحاً. لا وجود أبداً لأي عنصر خارج جدران هذه النقطة العسكرية أبداً. الآن على المحرس في الجانب في هذا الجانب في زاوية النقطة يبدو هناك تحرك لأحد العسكريين الذين كما يبدو يحاولون رصد تحركاتنا أيضاً. وهذه النقطة الآن تبدو من هذه الزاوية أن العناصر يتحركون على النقاط في الزوايا. هنا طبعا النقاط الجيش السوري
يبدو العلم السوري يرفرف على هذه النقاط بعد أن سيطر المسلحون على هذه المنطقة منذ عام 2014. إذن الجيش السوري يفرض سيطرته على المناطق المحيطة بالنقطة التركية، ونحن الآن نقوم بجولة دائرية في محيط هذه النقطة. من الجهة الأخرى الآن نقوم بجولة في محيط النقطة، ستبدو الآن من الجانب الآخر أيضا. طبعا هذه المناطق خالية من السكان المدنيين بالكامل، وأثار الاشتباكات والعمليات العسكرية تبدو واضحة على المناطق هنا في مورك. إذن الآن من الجهة الأخرى تبدو القاعدة التركية، نقاط الجيش السوري في محيط هذه النقطة أيضا تبدو واضحة. إذن نقوم بجولة دائرية حول النقطة التركية لنقول أن هذه المناطق هي مناطق تحت سيطرة الجيش السوري، ونحن بإمكاننا أن نقوم بهذه الجولة فيما الجيش التركي في هذه النقطة محاصر بشكل كامل.